الخير دولة الرئيس، رمضان كريم على جنابك. اليوم تتم حكومة السيد الكاظمي سنتها الأولى تقريبا، ولا أدري إن كانت هذه المناسبة مناسبة لأن نقول لك كل عام وأنت بخير أو نهنيك أو شيء آخر. أهم التحديات اللي واجهت هذه الحكومة وعلى كثرتها، لكن أهمها وأبرزها هو التصدي للسلاح المنفلت بطريقة أو بأخرى، خصوصا في ظل استمرار وربما تصاعد في بعض الأحيان استهداف البعثات الدبلوماسية واستهداف القواعد العسكرية كذلك. ما هي أهم الخطوات برأي جنابكم لتحديد هذه الهجمات، إضافة إلى ذلك في المساعي المبذولة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة؟ بكل تأكيد العراق مر بظروف صعبة معقدة منذ عام 2003 لحد عام 2020، أنتجت مظاهرات وأنتجت فوضى. من ضمن هذه الفوضى هو السلاح المنفلت، السلاح الذي حارب داعش وهزم داعش. البعض حاول يستغل هذا السلاح تحت عناوين متعددة ما أنزل الله بها من سلطان، مرة تحت عنوان طرد المحتل، ومرة تحت حماية العصابات المنفلتة لابتزاز رجال الأعمال، ابتزاز الدولة. السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وهذه الحكومة كانت جادة منذ اللحظة الأولى أن تحارب السلاح المنفلت وتحارب أي جماعة تحاول أن تستغل أي عنوان تحت عنوان السلاح. السلاح يجب أن يكون بيد الدولة أولا، ولا سلاح خارج إطار الدولة. إذا أردنا نبني عراق حقيقي يجب أن نفكر بمعالجة هذه القضية، ومنذ اللحظة الأولى قمنا بتغييرات أمنية كبيرة، لأن كانت بعض هذه الجماعات ومن ضمنها حتى العصابات مخترقة أجهزتنا الأمنية ومن ضمنها في وزارة الداخلية بالخصوص. قمنا بتغييرات أمنية وقمنا باعتقالات مجموعة كثيرة حاولت العبث بالأمن عن طريق الصواريخ وعن طريق الأرتال التي تحمل بعض المعدات للجيش العراقي هدية من قبل الدول. اعتقلنا مجموعات كبيرة، والآن عندنا في المعتقلات مجموعات كبيرة، وسوف نبقى ونستمر بمحاربة أي سلاح يهدد كيان الدولة العراقية. العراق متعب من الحروب، والآن لحظة بناء الاستقرار، ولا يمكن بناء الاستقرار بوجود سلاح منفلت. دولة الرئيس، عذرا للمداخلة البسيطة، لكن أود أن أسأل، هل تعتقدون أن جزء من هذا السلاح المنفلت مغطى سياسيا؟ هل فعلا أن هناك غطاء سياسي على بعض هذا السلاح المنفلت؟ حسام، بكل تأكيد محتاجين نحكي بصراحة. العراق 5000 سنة، العراقيين يمرون بظروف صعبة ومعقدة، نحتاج نصلح وضعنا. نعم